كل مرة بقول صدقني في عالم كثير اشتغلت لهذا الفريق، إن كان شيء ناس من جوات الإدارة وناس من برات الإدارة، الدعم اللي تهيأ له للفريق دعم كبير، جوز يكون مادي وجوز يكون معنوي، هو دعم بعدة طرق بيجيك. الحمد لله فريقنا عم بيطلع درجة درجة، فريقنا ما وصلنا لسه للفورمة الأخيرة، لسه الفريق كله 60% مقاطع 60%، برأيي إنه لسه في عنا شيء أحسن من هيك بكتير. بطولة مثل بطولة توصل أنت مجرد اليوم تطلع للدور الثاني، أنت مجرد اليوم تطلع للدور الثاني فهو شغلة كثير كبيرة. برأيي إنه ربحنا اليوم رح يعطينا بوش لقدام. فريق الإيراني كثير فريق صعب، فريق الحكمة فريق كثير صعب، عم نشتغل بالأخير. يعني اللعبة لعبت هي لعبة أجانب، من عنده أجانب على مستوى عالي رح يكون له كلمة فصل في أرض الملعب. الحمد لله اليوم قدر فريقنا نحن بشكل عام كله وطنيين وأجانب يعملوا منيح وكانوا مركزين أول لعبة لآخرة الحمد لله. كابتن، يمكن بعد فوز اليوم صار طموح إضافي للفريق إنه درجة الأشكال كل مباراة مباراة نفكر فيها، بس بعد الفوز اليوم يمكن صرنا نفكر شوي لقدام إنه نتأهل للدور الثاني بطولة وصل. هلا هي شوف، يعني نحن جمهورنا عاطفي بصراحة، بحب ياخذ كل شيء فورا بياخذه بعاطفه، فنحن اليوم ربحنا مباراه معناتها نحن فريقنا مهيئ انه ياخذ بطوله وصل؟ لا طبعا اكيد مو هيك الموضوع. اليوم في شيء على ارض الملعب، في شيء عم بيصير على ارض الملعب، في كلمات لاجانب موجودين بيكونوا انت اجانبك اليوم اللي موجودين هن عباره عن ارقام عاديه مقارنه باجانب الفرق الاخرى. لا شوي بدنا طموحنا يكون على قد بساطنا بصراحه. خلي جيم باي جيم، يعني هلا اليوم مباراه ايران مباراه كثير كثير صعبه، راح تكون مباراه جدا صعبه. مجموعتنا هي بشكل عام مجموعه كثير صعبه، يعني نحن طلع دينا من بالنا انه يعني شوي بركي بيخف، جانا فريق الحكم فريق اصعب، فيعني خلي مباراه يعني مباراه بعد مباراه بنشوف شلون راح. طبعا طموحنا هلا نحن الطلع على الدور الثاني، بعدها خلينا يعني المجموعه الثانيه يفترض تكون اسهل نوعا ما من مجموعتنا. فأنت اليوم إذا طلعت من مجموعتنا بالثاني أو ثالث فأنت عندك شانس منيح إنه تطلع للدور بعده، بس يعني بضل الشانس اللي عم بقلك عليه هو 5%، ما عم نحكي بشانس كبير نحن. فبس خلينا جيم باي جيم يعني نشوف شو إن شاء الله. توفيق الله. مساعد مدرب نادي جدان نادي اتحاد أهلي حلب، قدمنا اليوم مباراة كتير كتير حلوة بالنهاية كان فيها الفوز المستحق لنادي الاتحاد. حكينا عن المباراة واستعداداتنا لها والتجهيزات اللي كانت المباراة. الحمد لله أول شيء ربحنا، كانت تجهيزات كتير قوية قبل المباراة بيومين، خاصة ما كان في عنا فترة حتى نقدر نشوف أخطائنا مع فريق الوحدة، بس فريق النفط فريق كتير قوي ربحان هذيك السنة على فرق كتير كبيرة، عندهم أجانب على مستوى عالي، قدرنا نحن اليوم نضبط المباراة ككادر فني مع بقيادة الكوتش صفوان. في نقطة القوة عنا هي نحن نوقف الديفنس على الأمريكان، الحمد لله قدرنا نساوي هالنقطة ولعبنا إنساد كتير لحتى نقدر نشوف الفروقات باللعب. كان في شوية كيمستري أكتر مع الفريق، يعني لعبة عن لعبة عم تزيد هالكيمستري. إن شاء الله رح نلعب اللعبات الجاي يكون مستوانا أحسن، خاصة الفرق الثانية كورغان والحكمة عندها مستوى كتير قوي بأجانبها وبلعيبتها. إن شاء الله لعبة عن لعبة رح يكون في عنا فرق لعب. أنا بالنسبة لي شو ما كنت، إن كنت لاعب إن كنت كوتش إن كنت كابتن، مهم هذا أخدم الشيء اللي بقدمه لنادي اتحاد والأمة الأهلاوية. أحلى شيء كان اليوم جمهورنا، عتب صغير انه نحن ما فولنا كل الحمدانيه، معروف علينا نحن دائما فول هاوس 15 متفرج راح يكونوا. بعرف انه هم كانوا عم يتفرجوا على المنتخب مثل ما كانوا عم يتفرجوا علينا. المهم نحن راح نعبي ان شاء الله الصاله لعبه الجاي ايد وحده نحو اللقب. اكيد الفريق ماشي في مباراه، بس بعد فوز اليوم على الفريق النفط اكيد ارتفعت شويه السقف الطموح للفريق، هذا الشيء اكيد رح يكون في مسؤوليه اضافيه لكم للاعيبه بشكل عام. اكيد نحن مسؤوليه علينا نحن لازم نأديها. جمهورنا دائما متعطش ومحب، اذا بتلعب مع اي فريق لازم تربح، هيك هن هيك معوديننا نحن، البريشر اللي علينا نحن لازم نحطه بارض الملعب. يمكن كنت انا خلال الفتره الماضيه نفس المهام ككابتن، اليوم عم بكون غير مهام مع مساعد مدرب مع كوتش على مستوى عالي، كثير اعطاني مساحه كثير حلوه، عم بصير في كيمستري بيني وبينه. ان شاء الله لعبه عن لعبه، طبعا اكيد المسؤوليه كثير كبيره على اللعيبه، لعبه عن لعبه خاصه ارتفع سقف الطموحات، واليوم ادينا مباراه كثير حلوه. معلش بعض التفاصيل الغلط رح نساعد ونحلها في اللعبات الجاي.
كل التوفيق. شكرا لكم. كبير جدا. الفريقان كانوا في مستوى جيد. الفريق السوري يملك عناصر جيدة محترفين جيدين، لاعب مغترب أيضا جيد مجنس. اللي صار احنا الفريق السوري كان أكثر توازن، أكثر انضباط بالملعب، أكثر عمل سيستم أكثر. أما ما يخص فريقنا ففريق الكارك استعجال بالهجمات بالفاست بريك، تردد من قبل بعض اللاعبين، كان تردد بالملعب، وايضا سوء الطالع. يعني الفريق عامل 3 بوينت 26 شوطا خارج منطقه 3 بوينت، مسجل منها 5، وهي نسبه جدا عاليه، ادت طبعا بالنتيجه النهائيه الى انه استنزفنا النقاط مالتنا، وبدا الفريق السوري يلعب باسكت متوازنا مع الفريق العربي. ان شاء الله بغداد راح يكون لنا موقف اخر نصحح اخطاء الفريق، نوقف على كل اخطاء احنا اخطانا بها. وارجع واكرر مبروك مبروك للفريق السوري. شكرا. I want to say Alibo played a great game tonight. They shot really well from the field. They played smart as a team. They had great energy from the fans, so congrats to them. We had some adjustments I feel like we should have made during the game with certain things. But we will focus on this for the next game when they come out red, and we'll be ready. We are very happy that the first Syrian team won the first game in this WASL tournament, WASL League. We are happy. We did a good job, especially in defense. Some mistakes we did it on league game against Wehda. We rectified that mistakes. And we did a very good defense, especially on matchups on Americans, the big guy and the small guy. You know, France, they did exactly the game plan what we talked about before the game. Credit for the players, credit for the supporters, the atmosphere. We are happy. Tomorrow we will start again working, and we think about the league game next Sunday. The game was tough, but I think we deserve the win because we did like 60-70% of what we had to do offensively and defensively. We had a couple of mistakes that we will try and work on for the upcoming games. It's still early on in the beginning. We dream big, we try to push ourselves as much as we can, and we hope that we reach as far as we can. I just want to ask you more questions. The comeback of NAF team, every basketball game is up down. So the most important thing that players are still focused on that winning game. By defense, we did many stops. For sure, we did turnovers on offense, but in defense, we did a good defense, especially on matchups, because the two Americans, they take all balls on their offense. Credit on defense. Even we did many mistakes on offense. And how optimistic are you for your team's chances for season 2? We are ambitious now. We won first game, so team, manager, coaching staff, we are ambitious. One we want to pocket. So we think now on championship or league after the second game, and we have a second game against the same team. I think it's between us or not the team, the third place. So our target is to be in the third place. Thank you. Anyone would like to ask any